طبعا اكيد ما قال لك اني عملت له استدعاء ولي امر اكثر من مره من فتره. واحد من اساتذه رجاني اني اعطيه فرصه، عشان هيك طلب من حضرتك تيجي. انا عندي طلاب كتير في المدرسه، مش معقول طول الوقت ما في وراي غير ابنك. اه طبعا مفهوم. رائد مصمم طول الوقت يعمل مشاكل مع طلاب المدرسه، واكيد هاي مش اول مره، واكيد حضرتك سمعت بهذا الحكي من قبل هيك. انا حاولت اعرف منه السبب اكثر من مره بس فشلت. هذا غير انه بتواقح مع المدرسين، وعلاماته مثل ما تعرف يعني يدوب. اخر شيء كسر كمبيوتر في مختبر المدرسه. شو بتحب نعمل؟ انا صراحه اذا ما صار اي تغيير في وضعه راح اطلب نقله على مدرسه ثانيه. روح على صفك. بصراحة أنا كنت طالب من حضرتك تيجي اليوم عشان موضوع الكمبيوتر، بس اليوم جاني واحد من الطلاب ورجاني أشياء مزعجة شوي. تفضل. هاي الصور انتشرت بين الطلاب وصاروا الأولاد يبعتوها لبعض، وهذا الحكي خلى رائد ينرفز ويهاوش كل الطلاب ويهددهم، وبالآخر راح على مدرسة البنات اللي جنبنا وتعرض لبنت هناك. أنا آسف بس أنا راح أتصرف. ضروري، لأنه أنا بصراحة مش قادر أستحمل هاي التصرفات، والحل الوحيد عندي إني أنا لو على مدرسة تانية يشوفوا حل معه. لا معلش أستاذ، لو سمحت بعد إذنك أنا راح أنهي الموضوع كله. دينا لا عملت هيك، ما استحملت لما شفتها تافهة، بس لو أفهم إيش بدها مني. ولو حكيت للمديرة وصل حكي لأمك. يصير اللي يصير، أنا ما عملت إشي. ما حكى ولا كلمة بالصف؟ لا، اجى قاعد زي التوتو. احنا غلطنا. انت غلطت، انا حكيت لك من الاول لا بدي اساعده ولا بدي اشوفه. نفسي اعرف بس شو عامل معك؟ شو عمل معي؟ شو عمل مع المدرسة كلها؟ غلط بحق المدرسة كلها. حتى انت ما بتعرف شو عمل مع البنت هاي اللي اسمها ميرنا. اكيد ما شيرت صوره هيك بدون سبب. يا سيدي، الله يكون بعونه من ابوه. الحمد لله اللي خلصت القصة. المشكلة خلصت؟ مش بتقول رجع على الصف؟ بيكون اقلهم حلت المشكله مع المدرسه. استاذ سعد حكى لي انه ابوه بده يدفع حق الكمبيوتر الخرب وخلاص تخلص المشكله. ادخل. ممكن ادخل؟ طبعا. شو كيفك اليوم؟ تمام. وكيف المدرسة؟ الحمد لله منيحة. الحمد لله. عم تدرسي لامتحان المنحة؟ آه كله تمام. طيب في إشي ماما؟ لا ما في إشي، بس حبيت أطمن عنك. أسوي لك إشي تشربيه؟ لا ماما شبت. طيب تصبح على خير. تصبح على خير.
بدون بكاء. احكي صحيح وبدون كذب. شو كنت بتسوي بمختبر الكمبيوتر؟ ولا شيء. كل مرة بتكذب راح توك الكف. احكي. شو كنت بتسوي؟ حكيت لك. كمل. كنت بشوف بروفايل البنت. حلو. ممتاز. الكمبيوتر شو كسره؟ ولا مش مهم؟ انت هيك هيك راح تدفع حقه مصاريفك لما تشتغل تكنس الشعر في صالون عمك. في ولد حكى لي انك رايح على مدرسة البنات. مش بس هيك، اتعرض لبنت هناك. ما تعرضت لها، هو فكرني. ولا كلمة. بنات كمان؟ في شيء ثاني لازم اعرفه يا رائد؟ اكيد. ولا شيء. اكيد. في حالة كنت بتكذب، مش بكيفك يا هامل. بدك تتعلم غصب عنك، بدك تنجح غصب عنك، بدك تصير بني آدم غصب عنك، لأنك ابني. جرب مرة ثانية، بس مرة ثانية تيجيني شكوى عليك بحياتك المدرسة ما بتوصلها. رح أقول لك، أقول لك بدك تتربى، يعني بدك تتربى.
رائد انت كويس؟